اهلا وسهلا، مرحبا بكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وصفة اليوم هي وصفة كيندر ديليس بطريقة سهلة واقتصادية. هي بصراحة الوصفات اللي كتلقاوها كيكونوا يعني غاليين، اما هاد الوصفة اللي جبت لكم اليوم راها اقتصادية والمكونات ديالها موجودة في كل بيت، ما تردوش عليها، ضروري تجربوها. وقبل ما ندوزو الفيديو ما تنساوش لايك واشتراك الى عجبكم الفيديو. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 40 غرام ديال الكاكاو او 4 ديال المعالق كبار، حاجتنا في 130 غرام ديال السكر كما كتشوفوا، كاس ديال العنبه ما عامرش، 100 غرام ديال الدقيق، رشيشه ديال الملح، معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، عندنا فاني، وعندنا 5 ديال البيضات. هنايا نسيت ما خرجتش البيض من الثلاجه، شنو غديروا؟ غادي تخليوهم 5 ديال الدقائق في الماء ساخن باش يجينا هذاك الكيك هشيش ويطلع مزيان. غادي نجيو نضيفو السكر، رشه ديال الملح، ونجيو نضربوه مزيان حتى يتبدل لنا اللون، يولي لون ابيض. ممكن تستعملوه ايضا في الخلاط، راه كيعطي نفس النتيجه. اهم حاجه انه يطرب مزيان باش تجينا هاد الكيكه هشيشه مزيان. صافي، من كيتبدل لنا اللون كنعرفوها راه صافي وجدات. هنا غادي نجي نضيف لافاني، ممكن نضيفوه من الاول. ونعاود نخلط. بالنسبة للمرحلة الثانية غادي نجي ونغربلو هذا الدقيق، ضروري انه يتغربل مزيان. نضيفو عليه الكاكاو ومعلقة ديال الخميرة ديال الحلوة، معلقة صغيرة. غادي نغربلو مزيان، نجي نحركو مزيان، ومن بعد غادي نجي نخلطو على دفعتين في هذا الخليط هذا. بسم الله، غادي نبدا بالنصف. في هذه المرحله هذه غادي تبداو تسخنوا الفران على 170 درجه. اما بالنسبه للطهي غادي تقبط لكم 10 ديال الدقائق، يعني راه ما كتعطلش بزاف. بحال هكذا غادي تحركوها، هي كتشوفوا هذا الخليط هذا جانس، وغادي نجيو نخلطوا هذا الدقيق والخميره اللي بقات لنا. كما كتشوفوا كتجي هشيشه. ناخذ لاطا نحطوا عليها الورق كما كتشوفوا هكذا، ونكبوا فيه الخليط. نمشيو معاه نديوها في جنيبات بحال هكذا،
ماشي مشكل انها تكون كبيره حيت راه غادي نقسموها من بعد على جوج. اهم حاجه انها تكون في نفس، يعني ما تكونش منفوخه ومفشوشه من واحد الجهه اخرى، حيت القياس اللي غادي تحطوها عليها هي اللي غادي يبقى عليها. اذا غادي نضربها بحال هكا، نخرج منها هذا الريح كما كتشوفوا. وردها طيب لمدة 10 دقائق. الكيكة ها هي طابت كما كتشوفوا، دابا غادي نخليها تبرد وندوزو نحضرو الكريمة. هنا عندي لاكريم شونتيي اولا الكريمة اللي كتباع في لي بواط، ما تحتاجوش انكم ديروا ساشي كامل، غادي ديروا غير النصف ديالو راه كافي. وغادي تقسموا يعني بلاصه ربع الحليب غادي ديروا غير 125 غرام ديال الحليب، غادي نستعمل النص هنايا. اذا الساشي كيكون فيه 100 غرام استعملت غير 50 غرام. غادي نطربها مزيان، نضيف ليها ساشي لافاني او قطرات من لافاني بحال. من بعد ما بردات لنا الكيكة كما كتشوفوا جيت قلبتها، دابا غادي نجي نقسمها على جوج. اذا تحاولوا يكونوا بحال بحال، وغادي نجيو نحطوا لا كريم. دابا نبداو هاد الجهة، هادي غنخليوها جانبا، ناخد لاكريم وغادي نجي نحطها هنايا الفوق. يعني كما قلت لكم راه نصف الكمية راه كافي. وانا ماشيه معها حتى نكمل جوانب وكل شيء، ما تحتاجوش انكم تسقيوها. من بعد غادي نجي نحط عليها هذا النصف الثاني، وانا كنبرك باش تقبض راسها مزيان. من بعد غادي نجي نذوب الشوكولا، تقريبا هنا عندي 100 غرام غير في الميكرون. من بعد غادي نضيف عليه يا اما الحليب يا اما القشطة الطرية كما بغيتو، ونحركو مزيان ونرجع معاكم للتزيين.
اذا كما قلت لكم غتزيدوا اما الحليب اما القشطه الطريه بحال بحال، نحركو مزيان حتى يذوب مزيان. هنا غادي نبدا نحط هاد لاكريم من فوق منها وفي الجوانب، بالنسبه للناس اللي كيبغيو يسقيو هاد الحلوه هادي يمكن لكم تضيفوا القهوه ماشي مشكل. وحنا ماشيين معها بهاد الطريقه هادي من الجوانب من كل شيء تنساليو هاد الكميه كامله اللي معانا. من بعد غادي ناخذ شويه من هذيك لاكريم اللي كتبقى لنا نديروها في بوش بحال هكا وبها غادي نجيو نزوقو، يعني غير هكا عشوائيا باش تعطينا هذاك الشكل اللي كنلقاو في كيندر. من بعد غادي نخليوها ساعه تقريبا تقبط راسها، حطوها في الثلاجه راه دغيا كما كتشوفوا الكريمه راه دغيا كتقبط راسها، خليوها ساعه الا ما كنتوش مزروبين، سينو راه دغيا كما كتشوفوا راه بدات هنايا هاد الجهه هادي كتيبس، ورجعوا في صحن التقديم. هنا باش تقطع معكم مزيان سخنوا السكين وعاد غادي نجيو نديرو نقطعو على الشكل اللي بغينا بحال هاد الطريقه هكذا، وحنا كنمسحو هداك السكين ونعاودو نسخنوه ونعاودو نقطعو. كما كتشوفو راه المقادير سهله وموجوده عندنا يعني في البيت، ممكن ديروها بلا فاني، ممكن دير تخرجو منها اشكال كثيره، يعني ديروها بلا فاني هي بيضة والكريمة بالشكلاط حتى هي راه كتجي زوينه. كنتمنى انكم تجربوا هاد الطريقه هادي راه مضمونه وناجحه مليون في المية، والمذاق ديالها كيجي هشيش بزاف. من تقطعوها ممكن تحطوها بشكل فردي او لا تحطوها غير في طبيصيل هكذا، يعني كيبقى تقديم اختياري، وراه كتعطينا يعني قطع كثيره بحجم عائلي. كنقول لكم شكرا على المشاهده والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.